أن نقدم لكم تسجيلا للحفل الختامي لسباق الفروسية الذي أقيم على كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم الذي تم بعد ظهر اليوم. الرحمن الرحيم، نحييكم ونقدم لكم وقائع حفل سباق الخيل 27، وهو الحفل الختامي للموسم الثالث لسباق الخيل، ويشتمل على 6 أشواط، الأول والثاني للمبتدئات، والثالث والرابع للصنف الثالث، والخامس للصنف الثاني، والسادس والأخير للدرجة الأولى، وعلى كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم. حضرة الحفل الشيخ صلاح الأحمد وزير الخارجية ورئيس نادي الصيد والفروسية، والشيخ عبد الله الجابر المستشار الخاص لصاحب السمو أمير البلاد المعظم، وحضر الحفل سمو الشيخ خالد بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة الذي يزور البلاد الآن، وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من الشيوخ وجمهور غفير من هواة الخيل. الشوط الأول لمسافة 1200 متر 6 أثمان للمبتدئات، ويشترك في السباق 5 جياد وأفراس، هي سرهيد لعبد السلام العمر، محبوب جابر لسلمان صالح الجريد، أميرة الزمان للوحدة، مها لاسطبل الوحدة أيضا، السابح لعبد الله عبد الوهاب الرومي. هلا في المقدمة، وشايفين احنا هلا في المقدمة 2 للوحدة، هلا رقم أميرة الزمان، وهلا بيتقدم الآن رقم 5 السابح اللي احنا شايفينه الآن، وقدامنا أيضا أمامه 2 و4 مها للوحدة. مها للوحدة 4، الفارس لابس قبعة بيضاء. الفرق بين أميرة الزمان ومها، نلاحظ أن الفارس هنا لابس قبعة بيضاء وبنفس اللبس أيضا، بس لابس القبعة سوداء. رقم 4 مها لاسطبل الوحدة في المقدمة، مها للوحدة في المقدمة، و5 السابح اللي أمامنا الآن، السابح لعبد الله عبد الوهاب الرومي، مها المسافة 1200 متر، مها رقم 4 للوحدة، والسابح رقم 5 لعبد الله عبد الوهاب الرومي. دخل الآن اللي من الخارج للوحدة أيضا، لكن أميرة الزمان رقم 3، أميرة الزمان اللي في الوسط السابح اللي علينا مها. الأول أميرة الزمان للوحدة رقم 3 داخل في المركز الأول، على النهاية رقم 3 أميرة الزمان للوحدة، وعلى المركز الثاني السابح ومها بيت نفسه، السابح ومها، مها للوحدة والسابح لعبد الله عبد الوهاب. الأول أميرة الزمان بزمن دقيقة 27 و4 تخماس ومسافة 3 طول للوحدة، والثاني السابح لعبد الله عبد الوهاب الرومي بمسافة 0.5 طول، والثالث مها للوحدة، والرابع سرهيد لعبد السلام العمر. أميرة الزمان للوحدة الفائز بالمركز الأول، دقيقة 27 و4 تخماس والمسافة 3 طول. الشوط الثاني لمسافة فرة الميدان 2200 متر للمبتدئات أيضا، ويشترك 8 جياد وأفراس، هي نوري لرشيد النزال، محبوب نايف لعلي محمد رجيبة، دار السلام للسلام، هلا للوحدة، حبابة
حبابة للنشامة، زينة العيد لبروسلي، متعب لسعود العبد العزيز عبد الله، فردوس لنورة فهد المرزوق. المسافة فرة الميدان 2200 متر. رقم واحد اللي أمامنا نوري لرشيد النزال. انطلقت الخيل للشوط الثاني. رقم أربعة في المقدمة هلا. هلا في المقدمة رقم أربعة للوحدة. هلا للوحدة. زينة العيد ومحبوب نايف اثنين. محبوب نايف رقم اثنين اللي باللون الاحمر للخارج، من الخارج تقريبا هو الان في المقدمة. محبوب نايف رقم اثنين لعلي محمد رجيبة اللي الفارس لابس اللون الاحمر من الخارج في المقدمة، هو الآن في المقدمة شايفين رقم اثنين اللابس اللون الأحمر في المقدمة، وزينة العيد لبروسلي وراه، وهلا للوحدة التالي. باقي حوالي 400 متر على النهاية، آخر 400 متر ما زال محبوب نايف في المقدمة وهلا زينة العيد لبروسلي وهلا من برا. زينة العيد وبروسلي الآن الاثنين تقريبا في المركز الثاني، وهلا للوحدة. هلا للوحدة رقم أربعة في المقدمة. هلا ودار السلام بيحاول يدخل، لكن هلا داخل رقم أربعة شايفين، دار السلام رقم ثلاثة للسلام، لكن دخل هلا 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 في المركز الأول للوحدة بزمن دقيقتين 34 وثلاث خماس ومسافة 3/4 طول. الثاني دار السلام للسلام، والثالث محبوب نايف لعلي محمد رجيبة، والرابع حبابة للنشامة. الشوط الثالث لمسافة الميل للصنف الثالث، ويشترك فيه 11 جوادا وفرسا، هي مروان لعادل النزال، تويوتا لفيصل بدر السايد، ميمي لعلي محمد رجيبة، محارب لطلال الزهمول، المهلب للسماح، محبوب عزيز للسماح، عسيلان لسعود غنام السهلي، حطاب لمعاذ بشر الرومي، فواز لاسطبل الشرق، ميزان لبروسلي، غريب الدار لبروسلي. رقم خمسة إلى أمامنا المهلب للسماح. رقم خمسة المهلب للسماح. ورقم ستة محبوب عزيز. رقم ستة محبوب عزيز. أيضا 11 غريب الدار لبروسلي. رقم 11 إلى أمامنا غريب الدار لبروسلي. انطلقت الجياد في الصناديق الأوتوماتيكية، وتنطلق الجياد للشوط الثالث مسافة الميل للصنف الثالث.